ليش؟ مو انت قلتي لي انه متقدم لك عريس حلو وغني وخلال فتره بده يقطفك من الجنينه؟ ايه مزبوط. بس على فكره يا ريت يكون العريس اللي متقدم لك بمستوى ابن خالتها لمرتي، لانه ابن خالتها لمرتي لهطه. شو بدي اقول لك؟ ذكرت له حدا غيري؟ لا، بس مرتي وعدتها خلال الاسبوع انه تلاقي له عروس حلوه واموره. وين رايحه؟ عندي شغل. لكن بس انتوا تشتغلوا في والله لخليكم تعلقوا بعض الضراير ولخليكم تفلفلوا فلفله. يا عوزي الفلفل ما اللي قلتي له. يلا يلا يلا. مرحبا. اهلين ورده. كيفك مدام منال؟ من الله منيحة. هدول المعاملات لإلك خلصوا. وصلوا. كيفك ست سامية؟ الحمد لله. كيفك انتي؟ شلون هيك تنازلتي وجيتي تزورينا؟ والله انتو دايما دايما بقلبي، بس الشغل اخذ لي كل وقتي. الله يعطيك العافية. شو بتحبي نضيفك؟ درويش ما عنده غير القهوة. إذا درويش ما عنده غير القهوة منشرب قهوة. على عيني. درويش؟ يا روح درويش، أمو عنا قهوة، عنا شاي، عنا جولات، عنا بابونج، عنا شلمكي، وعنا مسكوت وراح أمره. شو بدكم أنا حاضر؟ بدنا أربع قهوة. مو على راسي، كان ناقصة البستان وردي، عملت لكم وردي رابعة. وحيدو. لا إله إلا الله، أنت سمحتي. يهنيكي بسلامته ست منال. الله يسلمك. بس على مين؟ على جية ابن خالتك من باريس بالسلامة. ابن خالتي؟ ابن خالتك الدكتور جراح الأعصاب اللي تخرج من فترة من باريس، اللي سهر عندكم مبارح. وانت شو عرفك؟ جوزك الأستاذ سالم هو اللي قال لي. الله الله، شي حلو والله. وصلتوا بحديثكم للشغلات الخاصة وعم تحكوا بخصوصيات بيتي كمان. ما بقى غير تقلبوا المكتب مضافة. ايه موظفين المكتب واحد، شو بدك ياه؟ لكان يشتغلوا على الخرساني. ايه وشو قال لك كمان؟ وقال لي انه ابن خالتك طلب منك تدوري له على عروس حلوة. ان شاء الله ما لقيتي له. قصدي ان شاء الله لقيتي له. ها؟ هيك لكان الاستاذ سالم هيك قال لك؟ يكون بعلمك يا انسة وردي، انا ما عندي لا ابن خالي ولا دكتور ولا مهندس ولا ضراب السخن، ولا حدا طلب مني اني نقي له عروس. وحتى لو كان هذا الحكي مزبوط ما كنت رح اذكرك لحدا، فهمتي؟ ما حدا طلب منك تذكريني قدام حدا. اصلا انا الف واحد بتمناني. وين يا حلوة؟ ما بدك تشربي قهوة؟ خليهم يشربوها هني. هات انا بضيفهم. قلتلي دكتور ومتخرج من فرنسا، ما هيك؟ والجراح كمان. ها، شو رأيك انه مرتك طلع ما عندها ابن خالي بنوب؟ وشو عرفك؟ قصدي انت بتعرفي قرايبين مرتي اكتر مني؟ شفتها لمرتك بالصدفة بالكريدور، وقلت لحالي يا وردة لازم تقولي لي الحمد لله على السلامة، لأنه مثل ما قلتلي انه ابن خالتها اجا من السفر. فاستغربت الأمر وقالت لي انا ما عندي ابن خالي بنوب. ايوه. ايدي على راسك، انت شفتيها بالكريدور ولا رحتي لعندها أصدر على المكتب؟ اخذت لها معاملاتها. معاملاتها؟ ها؟ ايوه. قولي لي هيك، وليش عذبتي حالك؟ كنا بعثنا المستخدم يودي لها المعاملات، ولا رحتي لعندها أصدر مشان تزكيكي عروس لابن خالتها؟ انا مو ناقصني عرسان، انا اللي عم قلهم اكثر من اللي عم بستقبلهم. لازم تعرفي يا انسة وردة انه قصة ابن خالتها لمرتي صحيحة، انا ماني كذاب، انا ما بكذب. يعني مرتك هي الكذابة؟ ولا مرتي اللي هي الكذابة. شلون لك؟ انا شفته بالمنام. يلا طلعي لي. يلا عطية. شلون؟ مرحبا انسة امال. اهلين استاذ
بتعزبسين يا ميت. اهلا وسهلا بالكاتب العظيم. اهلا وسهلا، شرفت نورت المكتب مو بس المكتب المديري. الاستاذ جوا. ايه جوا، بس عنده شخص كتير مهم. مهم؟ لك عم برجع بعد شوي. لا يا استاذ، ليش تروح وترجع وتعذب حالك؟ تفضل عود هلا المدير، خمس دقائق وبيفضلك. تفضل استاذ. اذا خمس دقائق بستنى امري. يا الله. استاذ شو بتحب نضيفك؟ ما بدي تضيفيني شيء، هلا بشرب قهوتي جوا. استاذ بتشرب هون وبتشرب جوا، ولا انا ما بينشرب معي قهوه؟ يا انسه مو هيك قصدت انا. بعرف بعرف استاذ، راح اطلب لك قهوه. امري لله، اطلبي لي قهوه. درويش درويش يا وحدة ويش. اهلا استاذ بشير. كيفك درويش؟ دعي لك، شو اخبار المسلسلات؟ شو عامل نشيدي؟ عطري عطري. انت هيك بدك طالعني بالتلفزيون بدي مشان غني؟ لا لي لا لي لا. لك شو النهار هذا لك يا ابني؟ بعرف هاي الغنيه. درويش جيب لي الاستاذ وسيم قهوه. امو على راسي، احلى فنجان قهوه لاحلى كاتب بالدنيا كلها. وانا لا تنساني. ليش الاستاذ بده يشربها هون ولا جوا عند المدير؟ ايه بده يشربها هون، قضوين. ابوك يا الطبيان. لا لي لا لي لا لي، قلتوين. يا لي يا لي. يخرجك الله لا يقيمك، إلك ولا للديب؟ خير، خاف إلك خسى الديب ودق لك على صدري، ما يطلع بإيدي لبي لك طلبي. لا بيطلع بإيدك استاذ، بيطلع بإيدك، لو ما بيطلع بإيدك ما كنت طلبت منك. إذا هيك خسى الديب تفضلي. نعم. بدي مثل. إيه استاذ بدي مثل بالمسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، وبدي أعمل دوبلاج كمان، ما حدا أحسن من حدا، بعدين استاذ أنا كتير موهوبة وبحب التمثيل وعندي اندفاع. ريح. أنا شو لي علاقة بالموضوع؟ يا استاذ أنت كل الموضوع. انت المفتاح يلي بدك تفتح لي ابواب الشهره وتخليني احط رجلي بالفن. انا؟ ايه انت. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يا استاذ بدي اياك تنقي لي شي دور حلو بمسلسل من مسلسلاتك وتقنع لي المخرج يخليني مثله، وصدقني يا استاذ انا رح كون سبب نجاح المسلسل ورح خليه حديث الشوارع والازقه والحواري كلها. هلا عم تحكي جد؟ طبعا جد. يا انسه هذا مخرجنا ورشا شي لوحة كتير، وبينقي هو الأدوار وبيعطي الممثل المناسب للدور الغير مناسب. مشان هيك بكلمتين حلوين عني لهيك مخرج بياخدني. شو قلت؟ بصراحة بدون زعل ما بقدر أخدمك بنوب، هذا مخرجنا ما بمون عليه بنوب شي حيط. يا أستاذ أنت بس عرفني عليه وما عليه، أنا بخترقه. شلون بدك تخترقي؟ بمواهبي التمثيلية، بس عرفني عليه. واضحة مواهبك واضحة. نعم استاذ. يا ريت تنبيلي بيت الاستاذ وسيم وتعوديني الخط فورا. شبيك عم تسمعيني؟ سامعتك استاذ. ها ليك الاستاذ وسيم هلا هلا اجى لعندي استاذ. عظيم خليني ادخل فورا. حاضر استاذ. شو؟ أنا آسفة أستاذ، أنا آسفة كتير كتير، والله ما كان قصدي إلا إنه أكسبك خمس دقايق مشان أعرض عليك مواهبي التمثيلية. وهي عرضتية مش الحال. أستاذ يستر على عرضك، لا تقوله للأستاذ جميل شو صار. ما بقول له بشرط واحد. شو هو؟ ما بتعملي هالفصل معي مرة تانية. نقوم. التوبة آخر مرة. روحي. تعري حقيقي حبل الكذب قصير. أهلي وسيم، هلا كنت اتصل فيك مشان تجي لعندي. شو اللي عم يضحكك؟ ما في شيء، شغله صارت معي. شو هي؟ عود احكي لي. ما في شيء، شغله ما بتخصك. ايه سيدي هي جيت لعندك، شو بدك مني؟ يعني ما بتعرف؟ اكيد مشان موضوع زهره. طمني ان شاء الله زبطت الخطه. حصل الانفجار؟ ما بدها تشعل القنبله بالاول ليحصل الانفجار. شو قصدك؟ مبين ما طلع معك شيء. مو على اساس حفظت العبارات وتدربت عليها؟ لا المشكله مو مشكله عبارات ولا مشكله تدرب عليها. على فكره لبكتني بهي انا ماشي وعم غمض عيوني، مغمض عيوني، حط النقطه منيحه على القص. هذا يا سيدي حفظناه الكلمات وتدربنا عليهم، بس المشكله انه هنا راحت عزمته نولت امبارح على اساس يجوا لعنا امبارح، قامت حضرتها امبارح طلعت جوله واجلت العزيمه لليوم. ايه بسيطه، ببالي زهره سافري. اخي امبارح اليوم مثل بعضها، المهم بالنهايه تنجح. هو من جهة انجح انا ضامن النجاح المرة، بس ما بخبي عنك خايف. من مين خايف؟ شوف يا الله، اذا حسيت انه زهرة بدايقة خفف العيار شوي، بس بعد شو؟ بعد ما تكون ضربت ضربتك. انا مالي خايف من زهرة. اذا مالك خايف من زهرة لكان من مين خايف؟ خايف من مرتي، خايف للدب الغيرة فيها بشكل مفاجئ وما تحمل انه زوجها يغازل وحدة تانية وقدامها وبيتها. يا حبيبي تصور يطلع خلقها وتبهدلنا قدام الناس. أنا إذا هاجت ما في مين يهديها، ما بتعرف هدي. طيب مو هذا اللي بدك إياه؟ مزبوط هذا اللي بدي إياه صح،
بس خايف النتائج تطلع غير اللي متوقعها انا. انا كل قصدي من القصة انه نرجع لبيتنا الدفء والحنان الزوجي والغيرة، مو اخرب بيتي. شوف يا جميل، يلي بده يلعب بالنار بده يحرق اصابيعه. ها وانت وشطارتك بقى، واذا خايف من هاللعبة بلالك ياها من اصلا. اسمع مني اسمع مني، خلي مرتك على طبيعتها اريح لك. انا صرت ناصحك اكثر من مرة. يا سيدي بطلت خاف، رح العب بالنار لو تشلطت اصابيعي كلها. حلمي حلمي يا وسيم يوم واحد اجي على البيت وتسالني متمنيه. تصطفي ان شاء الله بتحرق ايديك ورجليك. شو بعمل لها؟ استاذ وسيم استاذ وسيم، طمني طمني، ما قلت له شيء للمدير. شكرا كثير استاذ، بس شو مش عن المخرج؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا مخرج ابو رشا. انا واثقه كثير من مواهبي استاذ. قولي ان شاء الله استاذ. يعني رح تحكي معه مشاني؟ ما قلنا لك قولي ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ وسيم، انا بعرف بعرف انه عم عزبك معي، بس هالخدمه ما رح انسى لك اياها طول عمري. وبكره لصير نجمه كبيره ومشهوره، وبكل لقاء صحفي رح يساووه معي رح اذكرك بالخير، ورح اقول لهم انه انت اللي ورا شهرتي ونجوميتي، وانت يلي حطيت رجلي بالفن. انا مو مثل غيري. شكرا يا نجمه المستقبل، اسمحي لنا. رح اقول له. تفضل استاذ. رح مسي لك، رح مسي. انت كيف بتطلع من الدائره؟ أنا كم مرة مفهمك ما بتتلحلح من هون إلا بإذن مني شخصياً؟ بس أنا ما طلعت لك. كيف ما طلعت؟ طلبتك الصباح وما لقيتها. الله وكيلك كم ما طلعت؟ الله وكيلك اشتغلت فيها أنت اللبنة والتطوير ما طلعت حتى تقلع هالشيء. الله وكيلك يا أنسان تمت مني جبلك من شان قهوة وجبت لك يا الله وكيلك. الله وكيلك يا أنسان خلص هدي هدي. هلا أنت اللي جبت لي القهوة الصباح؟ أنا أنسان ليش في أنا مستخدم غيري من المكتب. الله وكيلك الله وكيلك يا أنسان. طيب خلص، طالما انت اللي جبت القهوه ليش مو انت اللي دخلتها لعندي؟ انا مو منبه عليك ما بتخلي السكرتيره تفوت لي القهوه نهائيا. ايش هذا اللي جيت تدخل لهم اياه القهوه على المكتب؟ بتلاقي طالع من القهوه. انا طالع من المكتب؟ ليش؟ مين قال لك طالع من المكتب؟ ليش يا ولد؟ الله عدمني حالي اذا طالع من المكتب. انا الله معي الله لا يوفقني اذا طالع من المكتب. أنسة أمل تعي لعندي لشوف. تعي مرحبا، كيفك ست ناريمان؟ أنا سامية. سامية قلت كنت ساكنة تحتكم بالبناية من 10 سنين، اللي كنت أبعت لك حراق أصبعه وما تذكرتيني. يا أهلين كيفكم؟ شو أخباركم؟ الحمد لله كلهم ملاح. ست ناريمان اللي عندك طلب صغير. ما يأمر عليكي ظالم، قدريت ان جوزك الاستاذ منصور صحبه هو مديرنا جميل الحمصي، فاذا ما في سئله بدي اياه يحكي معه مشان يوصف لي بنتي. مسافر؟ وين مسافر؟ وبيطول ليجي؟ طيب كتر خيرك، تبقي خلينا نشوفك. ايه؟ اضرب انا وحظي، ما اجي يسافر الا هلا وقت بدي اياه. الله يصلحك، وانت كمان ما سالتي عليه غير لحتى عتستي؟ لا هلا تذكرته، له 10 سنين ما انا شايفته. مشان الله حاجته تقسو، بده يوظفها سكرتيره، يعني بده يوظفها سكرتيره، الشغله صار فيها تحدي. دلك على طريقه تكسبي فيها التحدي؟ هاتي لشوف. اترك رجال وحاجه تتنقلي من واحد لواحد، الرجال ما بيطلع بايدهم يعملوا شيء، مالي غير النسوان. الرجال ما حدا بيقنعه الا المراه، ما هيك منال؟ فعلا. المرأة هي عنق الرجل، تدير رأسه أينما أرادت وكيفما أرادت. معك الحق، تعرفوا لي شي وحدة بتأثر عليه؟ ليش هو بيقدر يحكي مع وحدة كلمتين على بعضهم من غير ما يتلبك؟ لحتى تكون عنده وحدة تأثر عليه. قصدي شي وحدة من قرايبينه. مالي غير مرته. مرته؟ إيه مرته. ليش لا؟ روحي لعنده وحكي له قصتك، وتبكبكي له شوي، ونزلي دموعك على خدودك، برق قلب عليك وبتساعدك. والله فكرة. بس وينك؟ إذا زبطت معك هالمرة الوظيفة رح يكون الحلوان محرز، لأني أنا صاحبة الفكرة. لك تكرم عينكم، رح أجيب لكم اللي بدكم إياه. بس قولي لنا قبل بوقت مشان ما نفطر. ولا قلي يعني أنا فكري ما نتعشى قبل بيوم. إيمان؟ أمون؟ شو شو؟ مطولة بالشغل؟ شوي. ليش؟ هيك
في موضوع كنت حابة أحكي معك. احكي احكي، بسمعك أنا وعم بشتغل. بلاقي عندك كشريط رقص شرقي؟ شو قولي؟ لا لا ولا شي ولا شي، ما قلت شي. قولي ليه خجلانة؟ هاي الشغلة ما بدها حياة. خجلانة؟ ماني خجلانة، ليش بدي اخجل؟ يا ستي عندي شريط رقص شرقي. خلي جسم الوحدة يرقص لحاله. بتعيريني يا أمو؟ لا. ليش؟ بهديك اياه وبسجل لك اياه عشريط، لازم يبقى عندك دايما، لأنه هي الشغلة ما لازم تصير مرة وحدة بالعمر، لازم تتكرر كل فترة وفترة. فهمت عليكي، أنت بتجيبي لي اياه؟ بكرة. ليش بكرة؟ اليوم بعد الظهر بروح لعندك على البيت بنشرب فنجانين قهوة وباخده. تكرم عينك. لا اتصل بجوزي شوفه كأنه بالمكتب ولا طلع يقابلك. جعنا. لا بس قصدي قله بدي جيب لك شريط رقص شرقي. لك شو بكون؟ شو صاير لكم؟ وحده غرقانه بالحسابات كأنه بدها تحط ميزانيه الامم المتحده، وحده حايصه ومو عارفانه شو بدها تعمل. اهدوا خيلتوني بقى. شلون بدك يعني اهدى وجايينا انذار وفاتوره الكهرباء ب 485 ليره وما بقيان معي لاخر الشهر غير 810 ليره ولسه الشهر بنصه؟ ايش بدي ادفع لك كهرباء وشو بدي يبقى معي لاخر الشهر؟ يعني هلا اذا غرقتي بالحسابات رح تنحل مشكله فاتوره الكهرباء؟ لا ما بتنحل، بس عم شوف من انو بنت بدي دبرهم. لك حبيبتي الحق عليكي، كان لازم تحسبي حسابهم من اول الشهر وتشيلي حقهم على جنب. مالي عرفانه انه هالشهر في فاتوره كهرباء، لسه هداك الشهر دفعنا وحده، في إلن عادة يطالعوا كل شهرين فاتورة. ليش ما دريتي؟ صاروا ينظموا الفواتير على الكمبيوتر. اي بعد حمل الكمبيوتر وساعته. على كل حال ولا يهمك، انا بدينك حق فاتورة الكهرباء ولما بتقبضي الاضافة بتوفيني اياهم. لقيتها. تعي انا بدينك. راحت. وانتي شو قصتك؟ امي شبهها مريضة؟ لا. لكن شبهها تركتني وراحت. لوين راحت؟ على بيتها. اتروح الله معاه. شو اللي قالك عليها؟ شو ما بتعرف تروح لوحدها؟ نجاح بلا برادة قلبها، ماني ناقصتك. فهمت عليكي، انتي خايفانة يجوا الولاد من المدرسة وما يلاقوا حدا بالبيت. لك صحيح على فكرة، جارتك شو صار فيها؟ ما رجعت على بيتها؟ تضرب ما أقل عقلة هي الثانية. قال شو راحت حردت عند بيت أهلها، هلأ يعني وإذا شافت جوزي قاعد مع وحدة ثانية، ضروري تخرب بيتها بإيدها؟ بسيطة بسيطة، روحي هلأ لعند المدير، خدي إذن وتيسري على بيتك. حبيبتي هذا اللي مخوفني، بعدين المدير مهددني ما اطلب اذن مشان هذا الموضوع مره ثانيه، والاحلى من هيك بس كون عنده ما عاد اعرف احكي بصير بتأتي. معناتها اقول لك شغلي، امي روحي من عدم ما سالي له وبلكي سال عني. ما راح يسال، وان سال بقول له رحتي على الديوان او رحتي علي. يعني امي فيكي؟ ايه ايه امي. امي روحي. إيه حبيبتي معاشي ما ناقصه لا عقوبات ولا حسومات. ان شاء الله ما راح ينحسم منه شيء، قومي توكلي على الله. يلا ارقدي. الله يديمك يا حماتي. الو اهلين استاذ سمر. لا سمر مو هون. ايه طلعت استاذ من زمان، راحت على البيت. ايه على عيني، اول ما بتجي الصبح ببعث لك اياها وبقول لها انك سالت عليها. حاضر استاذ، مع السلامه. فخار يكسر بعضه. خلص لا تكلي هم، الكهرباء ما راح يقطعوها بكره باذن الله. بتقبضي راتبك باول الشهر وبتدفعي الفاتوره. شو بده يكفي هالقبض ليكفي الشهر الجاي؟ جايتنا مونه. طب انا شو اسوي لك؟ زود لي معاشي الله يخليك، انت حنون وقلبك كبير، يخلي لك مرتك يخلي لك اولادك، روح ان شاء الله يخلي لك عافيتك يا رب. الهي يا رب يطول عمرك. شلون بدي زود لك معاشي؟ طلبتي اضافي، كلفناكي بالاضافي، اخر الشهر بتقبضيه. اعطيني كم اذن سفر. ليش لوين بدك تسافري؟ لوين ما كان، لحمص لحمل لدير الزور للحسكة، المهم اني اقبض اجرتهم اخر الشهر. ايه بس يعني طبيعه عملك ما بتخولك انك تسافري ولا لمحافظه. ايه مثل ما بدك، ما بسافر، بس اعطيني خمس ست اذونات سفر بكفي. استغفر الله العظيم يا ربي، كيف بدي اعطيك اذونات سفر بدون ما تسافري؟ باخذن على الورق بس، هيك بنت خالتي بتساوي بوظيفتها. اذا كانت بتروحي بتتوظفي عند بنت خالتك، انا ما عندي بدائرتي صرف اذونات سفر وهميه. اعطيني ثلاثة بس. ثلاثة شو؟ ثلاثة اذونات سفر، شي ادفع حق الفاتورة. ولا واحد، يلا على مكتبك. حاضر. العافية يا حلوة. أهلين. زكاتك شوفي للمعاملة عندي. هات لشوف.
معاملتك عند الست ليلى. قلعاني وين الست ليلى؟ لا تقولي راح تاكل عسل مشان العسل انت مسلسلي وياك مدير عام. اي لا اطمن، الست ليلى مو قدرانه تاكل بصل حتى تاكل عسل. لا راحت لعند المدير هلا بترجع. ليك هاجي ليلى نعم شو بتريد؟ تعا بكره. لا لا هيك نزعتيها خلص هلا بساوي لك اياها. ويا ليلي العاشي كملت. ايمي بده يجينا بهالوقت يقطع امر العزايم وساعتها. مرحبا. يا اهلين. اهلا وسهلا. هون بيت الاستاذ جميل حمصي؟ ايوه. الاستاذ جميل موجود؟ لا الحمد لله. حضرتك مدامته؟ هيك شيء. مدام حضرتك مدامته بتسمحي لنا نفوت نحكي معك كلمتين؟ اهلا وسهلا تفضلي. يا اهلا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. مرحبا. اهلين عمو. اهلين. كملت. يا اهلا وسهلا. مرحبا يا طعيم. اهلين. كيفك طعيم؟ اهلا حبيبي اهلا. ولي سلام القول من رب الرحيم. لا بتأذونا ولا من قاضيكم. شعطة عوشي كيف تشتغل بشي على قطتكم. على قطتكم. على قطتكم. على قطتكم. يلا خليك حسين. على قطتكم. يلا أنا سامية موظفة عند الأستاذ جميل في الدائرة وهالحلوة سوسن بنتي. والله اللهم صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. عندق بندق العين اللي بتشوفك وما بتصلي على النبي تبظ وتنبو. كتير حلوة. أهلين عمو. مرسي طانت. وي عدي حمي لتشبع. خي ود حط 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 بلا غش. خي اي روح ما عاد بدي العب. على هلا مصيبة شلون بدنا نطلع على برا على العلاقة. طارق حبيبي ما بدك تشرب؟ مالي عطشان. جوعان؟ لا. تاكل تفاحة؟ قلت لك مالي جوعان. ايه قريبة شو جيب لك لكان؟ ايه ولا هي قلت لك ما بدي شيء. انت شو بدك؟ انا بدي اطلع اتفرج على هالسيرك اللي برا. اطلع. لا لا بدك تخانقني امي. ها ادبر حالك. ذكي انا. ادبر حالك. دبر حالي. ايه دبر حالي. هاي هي كل القصة يا ست هناء. والله الحقيقة يعني يا ست سامية هي المسألة مو مسألة اني خجلكم او ساعدكم بس يعني المسألة غير هيك يعني بظن يعني السكرتيرة لازم يكون لها مواصفات معينة ونحن عنا المواصفات اللي بحبها جوزك. عفوا ما سمعت. بنتي سوسن بالاصل حلوه طالعة على امها تقبر امها. اذا بدك هلا بخليها تغسل وجهها وشوفيها. امي سوسن امي بنتي امي غسلي وجهها خليها تشوفي. لا حبيبتي انا مصدقتها لامك عادي حبيبتي انت. لكن ليش الاستاذ جميل ما فعل عينها بالاداره لانها حلوه؟ قال شو؟ قال بيحب البشعين. شو قصدك مدام يعني انا بشعه؟ لا لا ما هيك قصدي. لكن شو قصدي؟ قصدي قول يعني انه هيك هوايته بحب البشعي. مدام انت شو شايفه هني؟ الباب اللي فتي منه انت وبنتك تطلعي منه. يلا قوم. ايه ماشي. امي سوسان امي بنتي امي. باي سوسان. باي. لا تؤاخذونا ما عندنا بنت. هلا هنا بشعان